الخبر أول اللي عدنا عن أعياد الميلاد لليوتيوبر بالنسبة لأول واحد اللي هو غيث مروان وعيد ميلاد اللي كان مبارحة يا حبايب، فكل عام بخير أقبال مليون سنة يا رب. وطبعا تسون يا حبايب نتعدوا بالكومنتات على عيد ميلاده، والمعلومة بس يا حبايب إنه صار عمره حاليا 29 سنة. وثاني واحد اللي هي زينب وعيد ميلاده يا حبايب، فكل عام بخير أقبال مليون سنة يا رب. وطبعا تسون يا حبايب نتعدوها بالكومنتات على عيد ميلاده. ولكن الشيء الغريب موضوع يا حبايب إنه زينب نزلت هذا الستوري اللي كانت تحكي بأي على الخيانة إذا زوجك خانك شو حتسوي. وبنفس الوقت هواي المتابعين صار توقعون انه يمكن احمد خاينه اللي هو زوجها، وبعد نزل شويه ستوريات كانت ترد عليهم انه حط قلب مكسور او تقول عادي حسامحه، واكتبوا لي بالكومنتات شو توقعاتكم. اما بالنسبه لنور ماريا حبايب واستعدت ذكرياتها، فنزل شويه ستوريات يستعيد بها ذكرياتها يا حبايب. المكان جد يشتغل به هواي اشياء، الاغلب دي تستغرب من الاشياء اللي قاعد يسويها نور مار. انه رجع حبيبته السابقه وقاعد يستعيد ذكرياته، هل هو حب للماضي؟ فممكن يرجع يارا، بعد ممكن يرجع قمر يا حبايب يوم الثلاثاء. راح اعطيكم الستوريات. الامنون المكان اللي كنت اشتغل فيه يا جماعه، رايح الله مع المين القديمين والشغيله وهيك، بدي اشوف رده فعلهم. يا جماعه دخلت على محلات كاميرا ما طلعت منها غير وانا شيري. تعال فرجيهم كنت اشتغل. طبعا انا هون بس السوق الكبير، السوق العريض كنت اشتغل. في اكثر مكان كنت اشتغل فيه من الاماكن هاي. يا جماعه جيت على نفس المكان اللي كنت اكل فيه بشغلي القديم كل نهار يوميا. ذكريات هون كذابة والله أحلى أيام. هذا المكان كنت أشتغل فيه بس بالنور ساري يا حبايب. في الأغلب كان يسألها شو وقت راح تنزل أغنيتها الجديدة، فحصلت هذا الستوري كان بها واحد من المتابعين قاعد يسأل شو وقت راح تنزل أغنيتك الجديدة، فردت عليها حبايب إنه لو بقدر بنزلها اليوم بس هالفترة حياتي شغل وضغط وسفر لهالسبب محتاجة وقت للأغنية، ولكن سجلتها والأغنية وكلمات ولحن وصوت نار. فكتبوا حبايب بالكومنتات ايش قلتوا متحمسين لاغنيه نور ستار الجديده. وصارت نور ستار في نزلت هذه الصوره يا حبايب اللي كانت حاطه بها نوعا ما صوره قديمه الها، تعرضت لتهجم مثل ما شايفين يا حبايب فوتوشوب وتهجمات والناس، هي صوره مو حلوه. طبعا الصوره يا حبايب هي نشرتها، ولكن بالماضي هم هي نشرتها من حوالي 7 اشهر مثل ما شايفين يا حبايب، هي رام كانت نشر نفس الصوره بالضبط. فكتبوا حبايب بالكومنتات هل استحقت هذا التهجم اللي تعرضت له، وشو توقع سوى خلاها تنشر نفس الصوره بالضبط. نروح حاليا لفضيحه نور ماريا حبايب، فتشر لها هذا الفيديو اللي كان بي مثل ما شايفين يا حبايب بنيه نوعا ما او نوعا ما المكان اللي كان بيه اغلب المتابعين قاعد يقولون انه هو كازينو. وبنفس الوقت يا حبايب نور مار كان موجود بهذا المكان، راح احطكم حاليا فيديو ثاني، بهذا الفيديو يبين انه مار فعليا كان بهذا المكان اللي اغلب متوقع انه هو كازينو بسبب الاضاءه مالته او بسبب المكان اللي هو كان بيه والبنات نوعا ما اللي مشلحات. ولكن لا يا حبايب هذا الفيديو هو مجرد كان من عيد ميلاده اتخذ، ولكن الاغلب اللي تهجم عليه انه انت شدت تهجم او طردت جيهان بسبب انه هي كانت بكفه وده حاليا بشبكات. فكتبوا لي كومنتات تستحق تهجم او لا. وروح حاليا مصطفى ريدر والقنبله اللي فجرها على الستوري واللي هو هذا الستوري يا حباب اللي كانت بيه قمر وايمو ويا بعض. راح احط لكم الستوري هو برومو للمقطع، راح ينزل لكم باكر الساعه بالاربعة على قناه ريدر. فكرة حبايب بالكومنتات قلت فرحانية بهذا المقطع اللي راح ينزل، قلت فرحانية بعودة قمر، وهل تتوقع بما انه قمر راح ترجع صورة ايمو، فهل ممكن هي فعليا يوم الثلاثاء ترجع الفريق ولكن قاعد صورة ايمو؟ الصراحة ما اتوقع لانه اكو بين ايمو ونور مار مشاكل، فما اتوقع هي راح تنضم الفريق يوم الثلاثاء. اكو اكتبوا لحبايب بالكومنتات شو توقعاتكم بس لما وصلت المقطع. احبكم وبس، مع السلامة.